سلطان جزاكم الله بالخير جميل. شحالكم يا الربع؟ لا والله عندي علم بورد فيه. الشاعر يقول ليت الليالي القادمه والقدامه ترفق على الوافين. ما هي بوقت طقطقه ترى يا ابو عبد. الشاعر يقول ليت الليالي القادمه والقدامه ترفق على الوافين وتهدي شوي، وليت الظروف اللي تمر نشامه تمر ناس لا نشامه ولا شيء ولا شيء. اليوم الجمعه هذا التاريخ اللي اتحراه والله العظيم اني اقوله صادق من سنه، زواج عز اخوياي ورفيق دربي وصديقي واخوي محمد بن شبيب الكريزي البقلي. ما عليكم زود. والله العظيم اني اتسابق انا وياه على موعد زواجه. واني ادف الظروف حتى لو اني اتخيلها انتم السعد. اني ادف الظروف الايام علشان اقفل الموقف ذا واحضر زواجه. لكن شاءت الظروف، الظروف اقوى وازود من الشيء اللي في صدورنا. والله اني ما توقعت في يوم من الايام اني بغيب عن زواجه ولا عن مقامه، وهو اللي ما غاب عن ولا وقفه لي في حياتي كلها. احنا عندنا زواج انكم والله عندنا زواج. حزام السعد زواج يتم. الكلام الكلام خلوني انا عندي خبر بكمل. يعني ما ابكيك يا ابو عابد. اي والله اني لا ابتكلم. يعني ما ابكيكم يا عيال. والله العظيم والله انها من اسعد اللحظات عندي واحزنها. اسعدها يوم انهم تزوج وداخل له حياه جديده، واحزنها يوم اني ماني بعنده واقف في مقامي. يستاهل يستاهل وقفتي معه. والله ما هي بوقفه ضيف، ودي والله اني عنده وارحب في محله وقفي ما اقفه. لكن عسى الله يبارك له ويوفقه. سمي ابو ناجي الله يسوي امين. ولد عمك عارفك وداري